الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. كتاب الديات، وهو الكتاب 87 من الصحيح، وفيه 31 بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. الديات جمع دية، ودية التاء المربوطة اللي فيها ليست للتأنيس، لكنها عوض عن الواو المحذوفة من الفعل ودا. ودا يعني دفع مقابل جناية على ايه؟ على الإنسان. يبقى وداه يعني دفع مقابل جنايته على النفس او على الجسد. من قتل نفسا او جرح انسانا يدفع ديه. دفع الديه يسموه ايه؟ وداه. فحذفت الواو وعوض عنها بالتاء في اخر الكلمه فصارت ديه، وجمعها ديات. يبقى الديات هي المال الواجب بالجنايه على الحر في جسده او نفسه. وقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا لكونه مؤمن يبقى كافر، ويبقى كده كافر كفر صريح. من قتل مسلم لكونه مسلم يبقى ده كافر. طب من قتل مسلم لكونه اخذ ماله أو ظلمه أو لأي سبب آخر غير الدين يبقى فاعل كبير قتل النفس وليس بكافر. فاعل كبير قتل النفس من الكبائر. يبقى متى يكون قتل المسلم كفرا؟ إذا قتله لكونه مسلم، حيثية إسلامه هي دي سبب القتل، فهمت؟ يبقى ده كافر، ويبقى فعلا جزاؤه جهنم إيه؟ خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طب قتله لا لكونه مسلم، لخلاف في الرأي، لأنه شتمه، اعتدى عليه، ظلمه، أي شيء من سبب آخر غير سبب الدين، يبقى خالدا فيها. يعني إيه؟ يعني يقيم فيها مدة طويلة، ولكن يأتي مانع الإيمان يمنع من الخلود، ووجوب الكفر ووجود الكفر يوجب دخول النار، فيبقى عندنا مانع من الخلود وموجب لدخول النار. موجب دخول النار قتل النفس، ومانع الخلود الإيمان، لأن لا يخلد في النار مؤمن، واضح؟ يبقى حتى لو دخل جهنم برضه يخرج في يوم من الأيام أو في فترة من الفترات، يبقى خالدا مدة البقاء، طول مدة البقاء وليس الخلود الحقيقي. في من قتل مؤمن متعمدا لسبب غير الدين. أما لو قتلوا لسبب الدين يبقى الآية على ظاهرها واضحة، لا تحتاج إلى تأويل. فهمت الآية كيف تؤول؟ يبقى من يقتل مؤمنا متعمدا يعني إيه؟ يعني قاصدا قتله. لأن ممكن إنسان بيضرب إنسان لا يقصد قتله، بيضربه يقصد تأديبه أو يقصد دفعه، لا يقصد قتله، فهمت؟ لكن الثاني متعمد القتل. نعرف العمد ازاي؟ من الآلة، الآلة اللي بيستعملها. الآلة إذا كانت تقتل غالبا يبقى متعمد، ولو كان نيته غير القتل. واحد بيضرب واحد بسكينة، السكينة دي تقتل، بيضربه بسيف يقتل، بيضربه بمسدس يقتل. يبقى إذا كانت الآلة تقتل غالبا لا نسأله عن نيته، يبقى عمد، واضح؟ لكن لو كانت الآلة لا تقتل غالبا، زي واحد في ايده صوت او عصا
بيضرب واحد بصوت او بعصا، ضرب الصوت يؤلم ولا يقتل، فمات، يبقى اسمه شبه عمد. او بعض العلماء يخليه خطأ. فهمت بقى المسألة؟ يبقى احنا بننظر للآلة، متى ننظر للآلة؟ ننظر للآلة حتى نحدد هل هو عمد ولا شبه عمد ولا خطأ. واحد بيضرب واحد بكفه بإيده كده، هو الإيد دي ما بتقتلش، غالبا لا تقتل، فوكزه موسى فقضى عليه، ده قتل خطأ، لأنه لم يدفعه بآلة تقتل غالبا، بل دفعه بكفه. فهمت؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح، قال حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو أبو رجاء البلخي، قال حدثنا جرير القاضي ابن عبد الحميد القاضي الضبي عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الكوفي عن أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة عن عمرو بن شرحبيل الكوفي أيضا، قال عبد الله اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود وسكن الكوفة، يعني كأن الإسناد ده معظمهم كله كوفيون، قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، ندا يعني شريكا، أن تدعو لله شريكا وهو خلقك، يعني الشرك بالله. ثم أي، يعني اللي أقل بقى المرتبة اللي أقل، ثم أي، والأفضل كمان تقول ثم أي، يعني بالتشديد مع التنوين، قال ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك، وفي روايات خشية أن يطعم معك، يبقى يقتل ولده إيه؟ من إملاق. طب ما هو القتل عموما كله حرام، سواء بقى كان ولده أو غير ولده، لكن بين أن القتل أيضا إيه يتفاوت في درجته، يعني في الكبائر نفسها بتتفاوت في داخله. قال ثم أي، قال ثم أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك، وفي رواية بحليلة جارك بزيادة الباء، وتزاني معناه إيه؟ تراودها عن نفسها حتى تطوعك. واحنا قلنا الزانية بحليلة الجار بسبعين زانية بغير ايه الجار بامرأة اخرى، يبقى بتتفاوت ايه الزنا كبيرة، لكن الزنا بحليلة الجار اشد، والزنا بالمحارم اشد واشد. فانزل الله عز وجل تصديقها، يعني تصديق هذه ايه الاحكام التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني حرم الله قتلها إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ودي معروفة الآية دي في سورة الفرقان معروفة. وعن أبي قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمرو عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال، وفي رواية لا يزال، الاثنين روايتان للبخاري صحيحتان، لن ولا، لن يزال، لا يزال المؤمن في فسحة من دين، يعني في سعة، يعني في أمل أن ربنا يغفر له، إلا أن يقيم أصاب دم حرام، هنا بقى هيبقى إيه الحساب شديد، لكن طول ما هو لم يصب دم حرام فهو في فسحة من دين، يعني إيه؟ يعني يغلب جانب الرجاء. يجي بقى إصابة دم الحرام يغلب جانب بقى الخوف. فهمت؟ ما لم يصب دما حراما
يعني ده من حرام يعني يقتل نفسه بغير حق. وعن أبي قال حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق اللي هو إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي اللي هو سعيد بن عمرو بن العاص يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كأنه موقوفا على سيدنا عبد الله بن عمر موقوفا عليه، قال إن من ورطات الأمور، ورطة الأمور يعني الأمور الصعبة الشديدة، يقول لك أنا في ورطة، ورطة يعني إيه؟ يعني في أمر شديد مدلهم مش عارف أخرج منه، يبقى إن من ورطات الأمور يعني من شدائد الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وده يمكن الحديث ده اللي دعا سيدنا عبد الله بن عمر انه لا يدخل في الخلاف ويناصر سيدنا علي على مخالفيه. ليه؟ لانه خاف يقتل مسلمين. الامر كان ايه؟ غير واضح عنده، مسلم بيقاتل مسلم، طب انا لو رحت مع سيدنا علي هقتل المسلمين. فايه؟ فقعد في المدينه وايه؟ وبقى متفرغ للحج والعمره والعباده ومالوش دعوه، يحج كل سنه ويعمل عمره كل سنه ومالوش دعوه. وإن كان هو في آخر لما قتل سيدنا عمر علي وطال به العهد ندم أنه لم يخرج للقتال مع سيدنا علي، لكن على أي حال هو ده الذي دفعه مخافة، لأن معلوم أن الذي يقاتل من خرج على الإمام المبايع له بحق فيبقى دي وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا فإيه؟ فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتال أهل البغاة بحق، قتال أهل البغاة بحق، لكن يختلف قتال أهل البغاة عن قتال الكفار. أولا لا يزفف على جريحهم، يعني لو جرحته ما تكملش عليه تموته، ودي أول، لا يزفف على جريحهم ولا يسلب سلبه ولا يغنم ماله، لأنه إيه؟ حرام برضه لأنه مازال مسلم، فهمت؟ ولا يسبى ولا يرق، يسترق يعني يبقى رقيق، يبقى دي آداب عند قتال أهل البغاة تختلف عن قتال الكافر. وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش، الأعمش اللي هو سيدنا سليمان بن مهران أحد قراء الشواذ، له قراءة شاذة منسوبة له، ما احنا عارفين إن ليه عشر قراءات متواترة وأربعة شواذ، واحد من الأربعة مين؟ الأعمش، ده من ضمن قراء الشواذ. الشواذ يعني إيه؟ يعني له قراءة غير متواترة، يعني غير متواترة يعني أحاد. عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يعني يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة إيه؟ في الدماء. في سنن النسائي حديث أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل وإن فسدت فسد سائر عمل. يبقى أول ما يحاسب الإنسان فيما بينه وبين ربه ربنا يسأله عن الصلاة. طب وأول ما يقضى بين العباد بقى في الدماء، يبقى مفيش تناقض، يبقى القضاء بين العباد أول حاجة ينظر فيها الدماء، والقضاء بينك وبين الله أول ما ينظر فيها ينظر إلى الصلاة. وعن أبي قال حدثنا عبدان المروزي، بقى عبدان المروزي نسبة إيه؟ لمروة، اللي هو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة، كان يتقال إيه؟ لقب بعبدان. قال حدثنا عبد الله اللي هو ابن المبارك المروزي برضه، قال حدثنا يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم ابن شهاب قال حدثنا عطاء بن يزيد اللي هو الليثي أن عبيد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي اللي هو المعروف ابن الأسود، المقداد بن الأسود مشهور بكده، المقداد ابن الأسود
الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة، يعني لاذ بشجرة يعني اختبأ خلف شجرة بعد ما قطع يده، ثم لاذ بشجرة يعني التجأ إليها واختبأ خلفها وقال: أسلمت لله. أقتله بعد أن قالها؟ هو قطع إيدي وكان كافر، لما تمكنت منه قال لي أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ لأن هتبقى عندك إيه، شهوة الانتقام. قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. أنت قبل ما تقتله بتعمل فعل طاعة، بتقاتل كافر حربي، يبقى ده فعل طاعة. فلما تيجي تقتله بعد ما أسلم يبقى أنت بتقتله وهو متلبس بطاعة، وهو الإسلام. فهمت؟ لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك، يعني بمنزلتك إيه، في طاعة حال قتالك للكافر الحربي، فصار هو بمنزلتك قبل أن تقتله. ليه؟ لأنه صار مسلما في حال إسلام ودخول في إسلام، ودي حال طاعة، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته. وهو لما كان بيقتلك قبل ما يقول أسلمت كان يفعل معصية من الكبائر، فأنت لما تيجي تقتله بعد ما أسلم يبقى أنت بتفعل كبيرة من الكبائر، اتقلب الحكم. بعد ما كنت أنت طائع وهو عاصي، إذا قتلته بعد ما قالها صرت أنت العاصي وهو الطائع. فهمت؟ وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته. يعني واحد مؤمن بيخفي إيمانه، خرج يقاتل في صفوف الكفار وهو مؤمن لكنه خرج في صفوف الكفار، فأنا إيه، قتلته بعدما أظهر إيمانه لكن هو في صفوف الكفار. فهمت؟ قال له ايه صلى الله عليه وسلم: فكذلك كنت انت تخفي ايمانك بمكة قبله، يعني من قبل الهجرة كنت بتخفي ايمانك في مكة، فبقى صار بمنزلتك وانت في مكة، فإياك ان تقتل. باب قول الله تعالى: ومن احياها. قال ابن عباس: ثم حرم قتلها إلا بحق. من حرم؟ قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق، فكأنما أحيا الناس جميعا. حرم قتل النفس يعني، إلا بحق اللي هو حق القصاص. من حرم قتلها إلا بحق، وندخل فيها البغاة برضه، البغي، لما تكون أنت تحت راية الإمام وبعدين في بغاة زي بتوع الشرطة الوقتي بأمر الإمام بيقتلوا أهل البغي، والجيش بأمر الإمام بيقتلوا إيه، أهل البغي، خلاص أو ده بحق. فهمت؟ من حرم قتلها إلا بحق، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الآية بتقول كده: من أحياها فكأنما، يعني كان سببا في إحيائها، يعني أنقذها من الموت أو كف عن قتلها، فكأنما أحيا الناس جميعا. وعليكم السلام. وعن أبي قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يبقى لا تقتل نفس ظلما، يبقى في إيه، مقدر محذوف،
لا تقتل نفس ظلما يعني بغير حق يعني إلا كان على ابن آدم الأول اللي هو قابيل الذي قتل إيه أخاه هابيل، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها يعني نصيب من إيه من إثمها. ليه؟ لأنه من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، هو سن سنة القتل فهو أول من قتل من بني آدم. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد ابن عبد الله أخبرني عن أبيه اللي هو محمد بن زيد أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالها امتى؟ في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ لا ترجعوا بعدي كفارا، اي بعد موقفي هذا او بعد موتي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والكفار هنا بمعنى ايه؟ يعني تستحلوا دماء بعضكم البعض. فاذا استحللتم دماء بعضكم البعض مع كونكم مسلمين، فمن استحل دم مسلم لاسلامه كفر. او كفارا يعني ايه؟ تلبسوا ثياب القتال لتقاتلوا بعضكم البعض، لان المقاتل يغطي جسمه كله بثوب القتال كالدروع وغيرها التي يلبسها المقاتل، فيسمى كافر. ليه؟ لانه غطى جسده. إيه؟ لأن كفر يعني غطى، وكفار هنا إيه؟ يعني مغطين أجسادكم بثياب الحرب يعني. أو كفارا على الحقيقة باستحلال دماء المسلم لكونه مسلم. يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اللي هو زوج أمه وشيخه اللي هو شعبة بن الحجاج عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو ابن جرير عن جرير اللي هو جده جرير بن عبد الله البجلي أسلم في العام العاشر من الهجرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس. هو جرير أسلم على فكرة، أسلم بعد فتح خيبر. جرير بن عبد الله البجلي أسلم بعد فتح خيبر يعني في العام السابع. لكن الحادثة دي سمعها من النبي إمتى؟ في العام العاشر من الهجرة في رمضان. قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجعوا. استنصت الناس يعني ايه؟ يعني سكت الناس حتى يسمعوا ما اقول. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا ترجعوا بعدي كالكفار، ممكن نفهمها كده كالكفار، يعني تفعلوا افعال تشبه فعل الكفار. يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن بشار اللي هو بندار، ومحمد بن جعفر اللي هو غندر. قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال اليمين الغموس. شك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس. اليمين الغموس اللي هي اليمين الكاذبة أمام القاضي التي ينبني عليها ضياع حق المسلم فتغمس صاحبها في النار، يسموها اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. واليمين الغموس وعقوق الوالدين، أو قال وقتل النفس مكان عقوق الوالدين. يعني الشك من الراوي، هل قتل النفس
مكان عقوق الوالدين وإلا عقوق الوالدين، لأن النبي قال الكبائر وعرفها في أوقات مختلفة بترتيب مختلف، كل على حسب موقف الذي كان يتكلم فيه. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبائر. قال وحدثنا عمرو، كأنه ايه هيجيب لك اسناد تاني يعني. قال وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قبيلة قبيلة من قبائل جهينة اسمها الحرقة، بعثتهم في رمضان سنة 7 أو 8 من الهجرة علشان ايه يقاتلوهم، لانهم كانوا يعدوا العدة لقتال المسلمين في المدينة، فالنبي ارسل ايه لهم هذه السرية. قال فصبحنا القوم فهزمناهم، صبحناهم يعني ايه؟ يعني هجمنا عليهم في اول النهار فهزمناهم. قال ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم، قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. الرجل ده كان اسمه مرداس، كان اسمه مرداس ابن عمرو الفدكي أو مرداس ابن نهيك الفزاري، وكان مقاتل مغوار وكان شديد العداوة. فلما إيه طردوا سيدنا أسامة والأنصاري، أول ما تمكنوا منه هو كان يعني قتل كثير من المسلمين وكان شديد العداوة للمسلمين، فاول ما تمكن منه تمكنوا منه قال لهم ايه لا اله الا الله. الانصاري ما رضاش يقتله، سيدنا اسامه اديها له كمل عليه وقت، فهمت؟ وبعدين زي ما تقول ضميره مأنبه سيدنا اسامه، فاكر كلمه لا اله الا الله وهو بيقتله، فراح لايه للنبي يساله، فهمت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لامه لوما شديدا. فلما غشيناه يعني لحقناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني ده بيقولها من باب الخديعة عشان نسيبه نكف عنه يروح قتلنا احنا، ده دي خديعة. هو سيدنا أسامة فهم كده. قال يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال أقتلته بعد أن قال النبي ما اهتمش بالحجة بتاعته، عدها له تاني أقتلته بعدما قال متعوذا يا رسول. أقتلته بعدما قالها متعوذا أقتلته، لما إيه بقى يوقف في نص هدوم لدرجة أنه تمنى أن يسلم بعدها، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله من شدة إيه زجر النبي لهم. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية صحيح مسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله استدرت منه يوم القيامة وقد قتلته بعدما قالها. قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، خاف لحسن دي معصية، وبعدين الرسول أمره بعد كده أنه يدفع ديته فوداه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن أبي الخير عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إني من النقباء
الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هم ايه؟ الاثنى عشر نقيب الذين بايعوا النبي في بيعة العقبة. بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب. ننتهب يعني ايه؟ يعني ناخد مال غيرنا امام عينه بالقوة، اسمها ايه؟ ننتهب. لكن لو خدها خلصة من حرز مثليه يبقى سارق. ولا نعصي بالجنة، ولا نعصي، لو وفينا ندخل الجنة يعني، ولا نعصي الله. في رواية ولا نقضي بالجنة، يعني لا نقضي بالجنة لأحد، ما نقولش إن فلان من أهل الجنة، زي ما كانوا يقولوا قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. الله، أنت عارف؟ طب ده النبي قال كده بالوحي وأنت لا يوحى إليك، إزاي تقول كده؟ فهمت؟ فلا تقضي لأحد بالجنة ولا بنار، سيبها لله هو الذي يقضي بين العباد. فإن غشينا من ذلك شيئا، يعني من المعاصي دي غشينا منها شيئا، معصية أو شيء من هذا، كان قضاء ذلك إلى الله، يعني كان حكمه إلى الله، اللي احنا بنسميها في المشيئة، في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. يبقى من حمل علينا السلاح فليس منا حقيقة، لو استحل قتلنا لكوننا مسلمين يبقى ليس منا حقيقة. طب لخلاف سياسي يبقى ايه؟ ليس منا يعني ليس من حسن ايه ديننا او من كمال ديننا. كمال ديننا ان نكف عن كل مسلم. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف، الحسن البصري، عن الأحنف ابن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر. ذهبت لأنصر هذا الرجل اللي هو سيدنا علي، يعني كان رايح مستعد واخد ايه سلاحه وخارج، فلقى مين؟ ابو بكر، اللي هو ابو بكر الصحابي اللي هو نفيع بن الحارث، لقاه مستعد كده ومسافر عايز يروح ينصر سيدنا علي على مخالفيه. فلقيني ابو بكرة فقال: اين تريد؟ قلت: انصر هذا الرجل اللي هو علي رضي الله عنه. قال: ارجع، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى بعض الصحابة حملوا الحديث على عمومه، عدم قتل المسلم بأي حال من الأحوال، ولم يفهموا حل قتل الباغي، لأن أول من أظهر حكم قتال البغاة كان سيدنا علي، لم يحدث في العصر النبوي، فغاب حكم قتال البغاة عن كثير من الصحابة، حتى منهم سيدنا عبد الله بن عمر، ومنهم ايه ابي بكر اللي هو نفيع بن الحارث. عشان كده ايه العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: تقاتلهم يا علي على تأويله كما قتلناهم على تنزيله. لان هم تأولوا يعني فهموا غلط، فسيدنا علي هيقاتل اللي فاهمين غلط، زي ما النبي قاتل اللي أنكروا النزول، نزول القرآن. يبقى لما غاب حكم قتال البغاة عن الصحابة حيث أنه لم يحدث في العصر النبوي، لم يطاوعهم علمهم عن النبي بتحريم قتل المسلم على أي حال، فهمت إزاي؟ فلم يخرجوا لنصرة سيدنا علي. من أجل ذلك كثير منهم فعل ذلك. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء من العفو، يعني
فاتباع بالمعروف، تطالب منه بقى ايه؟ الدية بالمعروف، واداء اليه باحسان. وانت يا من تؤدي الدية عليك ان تؤديها باحسان بغير مماطلة. يعني اذا عفى عن قتلك ووافق بالدية، على الذي يدفع الدية ان يدفعها باحسان يعني دون مماطلة، وعلى ولي الدم ان يطالب ايه؟ من يدفع الدية بالمعروف. فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، ذلك يعني ذلك الحكم تخفيف من ربكم ورحمه. ليه؟ لان في التوراه كان يعني لا يوجد امامهم الا قتل النفس بالنفس فقط، ما فيش حكم اخر، النفس تقتل بالنفس، ما فيش مجال للعفو. كويس. وجاء سيدنا عيسى بن مريم بإيه؟ بقبول الدية فقط، ومفيش قتل نفس بنفس. جاء الإسلام بالاثنين وزاد عليها كمان العفو بلا مقابل خالص. يعني إيه؟ جاء التوسيع بقى. عشان كده قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، خفف عنكم فلم يقيدكم بحكم واحد كما قيد النصارى أو كما قيد اليهود، بل فتح لكم الحكم وجعل لكم اختيارات كثيرة متعددة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لأن بعض الناس ياخد الدية وبعد كده بعد كم شهر يقتل الواحد من العيلة التانية، زي ما بيعملوا في بعض الصعيد مصر، يقعدوا يعملوا قعدة صلح ويصطلحوا وياخدوا المقابل، وبعد كم شهر يتربص بواحد من الأسرة ويروح قتله برضه. يبقى ده فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نسأل الله السلامة. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.